السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي زميلاتي الكرام، تابع اليوم إن شاء الله في سلسلة All About Complete Dentures نحكي عن النموذج من هاي النماذج الإطباقية اللي هو المونوبلين أوكلوجن. خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، يسعدني تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم تواصلكم، وأيضا أتمنى تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك وأيضا التعليقات سواء من خلال الاستفسار أو الاقتراح. شو النماذج الإطباقية اللي أنا ممكن استخدمها في الكومبليت نينشرز؟ نحن إما نستخدم البالانسد أوكلوجن الإطباق الموازن أو المونوبلين أوكلوجن الإطباق الوحيد السطح أو الوحيد المستوى واللينجوالايزد أوكلوجن. حندرسهم بالتفصيل، لكن محاضرة اليوم أنا راح أتكلم على المونوبلين أوكلوجن. مثل ما قلنا، بالنسبة للمونوبلين أوكلوجن بتكون ما في عندي حدبات، بتصير في عندي حرية في الحركات، بيكون إمكانية حدوث دماسات مبكرة على منحدرات الحدبية ضئيلة للغاية، على عكس الإطباق الموازي. طبعا بالإطباق الأحادي السطح المونوبلين الأسنان تنضد بحيث تكون الأسنان الخلفية بسطوح ماضغة بدون أي حدبات، نستخدم يعني أسنان غير تشريحية. تعتمد مبدأ أنه إزالة الحدبات هتقلل لي القوى الجانبية وراح تدعم استقرار الجهاز. مثل ما أنا شايفين، نحن أما نستخدم أسنان غير تشريحية علوي سفلي أو نستخدم أسنان تشريحية في العلوي وغير تشريحية في السفلي، كلاهما ممكن أنه نحن ندعوه بالمونوبلين أوكلوجن. طبعا هناك شروط للمونوبلين أوكلوجن لابد من أنه نحن نحكي عنها. حنشوف بالنسبة لتحقيق التوازن، لأنه صح الإطباق هو مش متوازن لكن لابد من تحقيق توازن. في المونوبلين أوكلوجن كان سير لما دخل المبدأ هذا حكى على أنه نحن ممكن نعمل عند المنطقة الخلفية نوع من الرامب خلف السيكند مولر لور، بتقدر تعمل نوع من التوازن بين الفك العلوي والسفلي، بين الجهاز الكامل العلوي والسفلي أثناء الحركات الجانبية. ديفان طبعا لما استخدم المونوبلين أوكلوجن ما استخدم هاي الطريقة، اعتمد على أنه يستخدم قص بي والمنحنيات التكافؤ اللي بنعرفها لحتى تحقق لي هي التوازن هذا المراد في الحركات الجانبية المختلفة. من شروط طبعا أنه نحن نعمل مونوبلين أرتيكوليشن هي أنه لابد من أنه نحن الأسنان تنعمل بأوفر جيت 2 مليمتر وأوفر بايت 0. الـ 2 مليمتر هي بنعملها الهدف منها أنه تعطيني شعور بالأوفر بايت كأنه المريض عنده أوفر بايت، بس هي حقيقة الأوفر بايت 0. وطبعا نستخدم أقواس التكافؤ، نستخدم قوس اس بي لحتى، وممكن نستخدم الرامب الخلفي لحتى ندعم التوازن. لتوجيه القوى حسب المحور الطولي للسن بيتم تقليل عدد وعرض الأسنان الخلفية باكالي لينجوالي أو دهليزي لساني بدون أي منحدرات في السكند مولر خصوصا. مع هذا الأوكلوجن ممكن أنه يكون في عندي تماسات في الحركات الجانبية وممكن أنه ما يكون في عندي، لأنه ما عندي مشكلة كتير مع القوى الجانبية في هذا النوع من الإطباق. طبعا الأنتيرير تيث بالإكسكورشن بالبروتروجن يعني بتعمل كونتاكت، وبنقدر نشوف ظاهرة كريستينسن مع هذا الأوكلوجن. يعني ما كتير مهم أنه يكون في عندي تماسات خلفية أثناء البروتروسف. ومثل ما قلنا يعمد لاستخدام إما البالانسينج رام في الخلف أو الكومبنسيتينج كيرفز والسبي كيرف لحتى تعملي نوع من التوازن في الحركات المختلفة. طبعا مع المونوبلين أوكلوجن بيكفي أنه نستخدم مطبق بسيط غير قابل للتعديل، ما عندي مشكلة أو قواعد صارمة في السنتريك ريليشن جو، لأنه ما عندي مشكلة بالنسبة للحركات الجانبية والقوى الجانبية الأفقية بتكون بحد الأدنى. ولذلك يفيد هذا النوع من الأوكلوجن أو الارتيكوليشن بحالات صعوبة الحصول على سنتريك ريليشن دقيق أو بحالات المالأوكلوجن الهيكلية. حنشوف الآن مع تقدم المحاضرة أهم إيجابيات وسلبيات هذا الإطباق واستطباباته. أهم الإيجابيات أو المنافع اللي ممكن ناخدها مع هذا النوع من الأوكلوجن هو سهولة تنضيد الأسنان، ما بيحتاج للمطابق المعدلة كاملا أو نصف المعدلة، يكفي استخدام سيمبل نان أدجاستيبل أرتيكوليتور، وأيضا سهولة أنه نحن نضد الأسنان ونعمل الأوكلوجن سكيم، وهذا بيفيد بشكل خاص مع المرضى اللي عندهم مشاكل عضلية عصبية توافق عضلي عصبي، أيضا المرضى اللي عندهم سكليتال مالأوكلوجن، أيضا المرضى اللي عندهم امتصاص سنخي شديد، لأنه بيصير نحن عندنا قدرة على تقليل القوى على السنخ اللي أساسا بيكون ممتص وعلى النسج اللي أساسا بتكون هشة وضعيفة وغير قابلة للتحمل. أيضا تعطي نوع من الحرية، إحساس بالراحة عند المريض إنه ما في عنده نوع من اللوك مانديبل إن وان بوسيجن، الفك السفلي بيتحرك بحرية، بيعطي ساحة مساحة أكبر لللسان، إزالة القوى الجانبية
وبالتالي تقليل الضرر اللي بيحصل منها. وحنشوف طبعا انه السنتريك ريليشن المريض بيعض بالسنتريك ريليشن كايريا اكثر منه كبوينت، فهذا طبعا بيعزز راحه المريض وبيحسسه بسهوله التكيف مع الكومبليت دينشر. اما اهم الديس ادفانتجز مع والمساوئ مع المونوبلين اوكلوجن هي الموضوع الجمالي. طبعا النوعيه هي من الاسنان غير تجميليه على الاطلاق، وربما هذا يكون اكثر شكوى يشتكي منها المريض. ايضا حنشوف انه المريض بيشتكي من عدم القدره على مضغ الطعام بشكل كافي، الاسنان غير قادره على طحن الاطعمه، وهذا طبعا تفسيره واضح لانه الاسنان بدون حدبات غير تشريحيه. ايضا حنشوف انه المرضى مع حالات الستيب كانديلر جايدنس بيكون في عندهم الاجهزه غير مستقره، وهذا احنا ممكن نفسره من خلال ما تكلمنا عنه في المحاضره الماضيه، انه مهم جدا مع الستيب كانديلر جايدنس انه نحن نرفع يكون الارتفاع الحدبي اكبر شوي، فمع هذا النوع اصلا ما بيكون عندي الشكل التشريحي للحدبات، وبالتالي بتكون نوع ما الاجهزه بهي الحالات غير مستقره. ايضا المريض بيعض تقريبا يعني وكانه العلاقه الفقيه صارت في بعدين، في حين انه الفك السفلي بيتحرك 3D movement، فايضا هذا بيخلي المريض مش كتير شاعر بالفائده بعملية تناول الطعام. هون بدنا ننتبه لشغلة انه ممكن المريض يشتكي من انه بعض الحروف او عملية النطق عنده مش مزبوطة تمام. في هاي الحالة نحن لابد انه نحن نعمل المونوبلين اوكلوجن بحيث يكون الفك العلوي الاسنان تشريحية بحدبات، والفك السفلي هو اللي بدون حدبات، ونستخدم مطبق نصف معدل وناخذ علاقة مركزية بطريقة صحيحة، ونعمل تسجيلات القوس الوجهي الفيسبوك ترانسفير. هذا الأمر بيساهم بحل هاي المشكلة اللي الحقيقة بتكون مشكلة كبيرة فيما لو لم يتم حلها. طبعا نحن للتغلب أيضا على بعض هاي المشاكل ممكن نحن بالنسبة للستابليتي نعمل ميل ممر اللقمة والإرشاد القاطعي بحيث يكون موازي إلى مستوى الأطباق. بالنسبة للاستطبابة طبعا هاي الخلاصة اللي حكيناها مع فوائد ومساوئ المونوبلين اوكلوجين بتخلينا نقدر نحكي عن الانديكيشنز معه. ايمتى بنستخدمه؟ نستخدمه بحالات الاضطرابات العضلية العصبية مثل داء باركنسون مثلا. هدول مرضى صعب جدا نحصل معهم على سنتريك ريليشن، فبيكون من الاسهل ومن المحبذ انه نستخدمه عن هذا الاطباق. ايضا في حال كان عندي ديسبليست ميوكوزا، النوع هاي من الميوكوزا بتؤدي لانه الجهاز يعمل له سلايدنج ويتحرك وينزلق ويخرج، وبالتالي عدم ثبات الأجهزة. فهذا النوع طبعا مع الأسنان، فهذا النوع من الإطباق بيؤدي لأنه يقلل كتير من القوى الجانبية، وبالتالي بيصير أكثر ثباتا مع هاي النوع من التيشوز. أيضا في حالات الفلات والنايف إيج ريج، هاي النوعية من الريج أو من الارتفاعات السنخية اللي بتكون بشكل حد السكين بتكون سهلة التأذي والرد، فأي حركات جانبية أفقية وهي طبعا تحصل بطبيعة الحال أثناء المضغ رح تؤدي لحدوث رد وتأذي وتقرحات تأخذ وقت طويل عشان يتعود المريض عليها، فبيكون من الحكمة أكثر أنه نروح على هذا النوع من الأطباق اللي بيقلل من القوى الأفقية، يقلل من أذية النسوج ويجعل المريض أكثر راحة. أيضا في حالات البرود إكسكورشنز أو المريض اللي عنده حركات غير مركزية أو حركات جانبية وأمامية خلفية واسعة، هؤلاء المرضى بيصير في عندهم عرضة أكبر للتلقي القوى الأفقية والقوى المائلة أو الجانبية، وبالتالي تحرك الأجهزة وتأذي النسج، فبكون كمان مناسب لهم هذا النوع من الإطباق يلي بنعرف أو مثل ما شفنا تأثره بالقوى هاي النوعية من القوى الغير عمودية بيكون ضئيل. آخر نقطة هي بالنسبة لحالات الأوفرلاب اللي هي سكليتال كلاس 2 كلاس 3، مع هؤلاء المرضى بيكون في عندي الأماونت أوف هوريزونتال أوفرلاب طبعا بيتحدد من خلال العلاقة الفكية. حنشوف إنه بتتفاوت بين صفر اللي هي بتكون إيج تو إيج كلاس 3 ريليشن لحتى توصل ل 12 مليمتر تقريبا مع السيفير كلاس 2 ريليشن، فمع هي الحالات بيصير في اسهل انه نستخدم هذا النوع من الاطباق، بيتيح انه المريض ياخذ حريه اكثر من خلال الحركات الفكيه وخلال قوى حركات المضغ. اخر شيء بدي احكيه هو انه بالنسبه لهؤلاء المرضى تحقيق التوازن مهم جدا. نحن ما عم نعمل اطباق موازن، وقلنا انه في عندنا ظاهره كريستنسن موجوده لانه ما في سطوح اطباقيه خلفيه في الحركه التقدميه، فبنعمل النوع التوازن من خلال رامب بتنحط في خلف السكند لور سكند مولر، بتعمل لي نوع من البالانس اثناء هاي الحركات الجانبيه او الحركات التقدميه بشكل خاص. ايضا بالاضافه لانه مثل ما قلنا منحنيات تكافؤ وتنضيد وفق قوس سبي لحتى كمان نحصل على تحسن هذا الامر. ايضا ممكن تحقيق هذا الامر بانه نحن نعمل
المانديبولار سيكند مولر ما إليه بحيث أنه تعمل لي كونتاكت مع الماكسيلاري دينشر بكل الحركات الغير مركزية الجانبية، وبنفس الوقت الماكسيلاري سيكند مولر تكون انكلايند وبس بتترك خارج السنتريك كونتاكت، يعني خارج الإطباق. هذا الأمر أيضا يساعد بأنه لما بتحصل الحركة التقدمية والحركات الجانبية بيحصل الدعم أو تحقيق التوازن من خلال التماس المولرز هي اللي تنضدت بشكل مائل و out of occlusion. لكن في حال الحالات اللي بنستخدمها مع overlap زايد مع class 2 class 3 بهيك حالة لا ما بنقدر نعمل النوعية هي من التوازن عن طريق إمالة السيكند مولر، لازم تكون الماكسيلاري سيكند مولر parallel للأوكلوجال سيرفيس للمانديبولار سيكند مولر، لكن تقريبا بتكون 2 مليمتر above the occlusal plane، يعني بشكل أنه تكون خارج الإطباق بشكل واضح. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله مع الإطباق اللساني Equalized Occlusion والBalanced Occlusion في المحاضرات القادمة، تمهيدا للحديث عن تنضيد الأسنان فيما بعد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.